مفيش شك ان الحفلات يعني مهرجان العالمين بيعملها مليانه باذواق كتير جدا يا مان، يعني في تنوع واضح جدا. عمرو دياب لون، محمد منير لون، وصلنا كمان لكايروكي ومطربين زي ما بيقولوا كده الاندر جراوند او حفلات وسط البلد زي ما يعني المصريين عارفينها. امبارح كان حفله كايروكي وحفله تو ليت. عن تنوع الحفلات دي خلينا نكلم الناقد الموسيقي الاستاذ محمد شميس اللي موجود معانا على الهاتف دلوقتي. بعد التحيه يا استاذ محمد، بالتاكيد في تنوع كبير جدا في اذواق الموسيقى في مهرجان العالمين، بصفتك ناقد موسيقي طيب كلمني عن مفهوم التنوع ده وازاي بيلبي كل الرغبات. صباح الخير اولا عليكم وعلى كل الناس وسهل. اللي بتسمعنا. اهلا وسهلا. والله انا مبسوط بالدوره الجديده دي لمهرجان العالمين زي ما حضرتك قلت كده، عشان موضوع التنوع ده باين اصلا من الدوره اللي فاتت، بس برضه كان في حته ناقصه كده اللي هي اهم نجم عندنا ما كانش موجود اللي هو عمرو دياب، فالسنه دي موجود لاول مره، فدي اهم حاجه عندنا، يعني ان عندنا اهم نجمين في مشوارنا يعني الغنائي الموجود دلوقتي، عمرو دياب ومحمد منير، نبقوا موجودين. ولو احنا بنتكلم على الفرق الغنائية، يعني عندنا مسار إجباري، عندنا كايروكي فرقة متخصصة وفي تقديم موسيقى الروك، عندنا في الراب ويجز، حتى توليت يعني ما بحسبوش على مغنيين الراب، بس وجوده ان هو بعد ما طلع ترند والناس اهتمت بيه وحبته ان هو يبقى موجود السنة دي في النسخة دي من مهرجان العالمين بالسرعة دي، بيقول ان القائمين على المهرجان يعني اول باول ابديت وعارفين الناس بيحبوا ايه وبيسمعوا ايه. أيوه. وبيحاولوا يعني يلبوا رغبات الجمهور. ايوه. زي شفت امبارح كايروكي والحاله الكرنفاليه اللي كانت موجوده امبارح، الشباب في التقرير احنا شايفين عمالين يتكلموا عن ساموراي وانا نجم لكن مش في السماء، يعني احنا شفنا اغاني وشفنا الحاله اللي كانوا بيقدموها امبارح، اعتقد ان كل واحد كان موجود في الحفله خارج ساتيسفايد ومستريح يعني من الحفله اللي حضرها ومبسوط. والله انا بشوف كايروكي كمان من انجح يعني هم من انجح الفنانين الموجودين دلوقتي على الساحه، وبيقدروا يعملوا حالات تنوع كبيره جدا في المواضيع اللي بيقدموها، خصوصا مثلا شوف اهم اغنيه مثلا ممكن تكون نزلت السنه دي غنوها في الحفله بتاعت امبارح، اللي هي قصيدة مصطفى إبراهيم اللي بتتكلم عن أحداث اللي بتحصل يعني في فلسطين طبعا، والمهرجان طبعا بيخصص حوالي 60% من دخله للقضية الفلسطينية، فدي كانت حاجة مهمة جدا، وإن مصر دايما بتدعم القضية الفلسطينية مش بس بالأموال أو بالدعم السياسي والاستراتيجي، لا كمان بالفن يعني وبأصواتنا وقلوبنا كلنا معاهم. كمان أنا مبسوط من كما حالة التنوع، كان لسه ألبوم روكسي كان منزله أمير عيد، كان بيتكلم فيه عن البطل الرمادي اللي هو يعني ممكن الراجل فينا دايما متعودين عن يعني زي طيب معين كده للرجاله ان هم دايما أقوياء، دايما بيستحملوا، لازم ومبارين، لازم مش عارف ايه، فهو بيقدم لنا صوره رماديه شويه عن الراجل اللي ممكن ما يكونش مبهر، ممكن ما يكونش قد الارتباط او المسؤوليه، وبرضه نفسه يبقى يلاقي لنفسه شريك حياه. فالناس بتشتغل وبتفكر وبتجدد، عشان كده لما سمعت في التقرير هتلاقي ان مش اغلب الناس مش متفقين على الاغاني اللي اكثر اغاني عجباهم، كل واحد عنده اغنيته، عشان كده هم فعلا من انجح الناس. ايوه. واحنا بندرس اعلام يا استاذ محمد كان في حاجه اسمها التارجت اودينس او الجمهور المستهدف. انا عندي حفله اللي هي حفلة 80-90 اللي هي كان فيها أغاني النوستالجيا، كان حاضرها ناس ما بين الخمسين والأربعين، أصغرهم كان 30، وعندي حفلات كان حاضرها أكبرهم 30-20 لغاية 15 و16 زي حفلات امبارح. الفئات العمرية المختلفة دي إزاي نجح مهرجان العالمين إن هو يجمعها في مكان واحد ويقدم لهم ذوق موسيقي واحد ويمكن ده ما كانش موجود خلال سنوات طويلة؟ صحيح، هو ما كانش موجود الصراحه، خلينا نتكلم يعني بشكل اكثر صراحه، ما كانش موجود اصلا قبل كده يعني في المهرجانات القديمه اللي كانت حتى بتقدمها الدوله المصريه. كان عندنا دايما كان عندنا محكى القلعه، وقبلها كده كان
حفلات ليالي التلفزيون، يعني ما كانش فيه حاله كده، او حفلات الاوبرا يعني ما كانش فيه الحاله دي. ليالي التلفزيون برضو كان نفس الاسلوب النمطي ده، كان أيوه. كان الغنى كله تقريبا شكل واحد. في السنين اللي فاتت الموضوع بقى يتغير الصراحه في المهرجانين. القلعه انا بحبه برضو جدا لانه مهرجان اسري واسعاره يعني تذاكره في المتناول الجميع، صحيح. وفي مهرجان العالمين برضو اسعاره متناول مناطق يعني الساحليه والناس اللي بتروح وتسافر والكلام ده، فبقى في تنوع فعلا في الموضوع ده، ودي اكتر حاجه بسطاني. لان احنا دايما لو احنا بنتكلم على مصر احنا ما عندناش مثلا مفهوم واضح لمفهوم الغنوه الشعبيه. مثلا احنا عندنا غنوه شعبيه في الريف غير اللي في الصعيد غير اللي في اسكندريه، فاحنا دايما يعني كبلد متنوعه الثقافات. فده الصراحه اكتر حاجه بسطاني في المهرجانين بالتحديد اللي بيقاموا في نفس الوقت، يعني ان مصر دلوقتي يعني الحمد لله يعني بنحمد ربنا القائمين على الانشطه الثقافيه بيحاولوا يبرزوا قوة التنوع بتاعنا الموجود عامل ازاي. صحيح. وما عندناش ما بقاش عندنا تعالي في وقت يعني ما تشوف ناس نقاد او حتى مسؤولين في القبط الموسيقيين كانوا رافضين ويجز ورافضين امير عيد وافضين بالظبط رافضين الراب والناس اللي بتغني شعبي، ورافضين الناس اللي بتغني مثلا كلام ممكن يكون فيه نقد اجتماعي او نقد لتصرفات الناس عشان خاطر تتحسن. فان يبقوا موجودين في مهرجانات رسميه، وكمان الحفلات اغلبها بيبقى مذيع، فدي حاجه عظيمه جدا يعني. يعني احنا عندنا من اول عمرو دياب لحد توليت يعني ما يعني مرورا يعني بقى بويجز لازم نفخر ببلدنا بجد والله يعني. صحيح صحيح. شكرا لك محمد شميس الناقد الموسيقي، شرفتنا ونورتنا، شكرا جزيلا لك.